استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم 11 من شهر ذي الحجة على صعيد منى أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج. وكان ضيوف الرحمن قد انتهوا من رمي الجمرة العقبة في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل، كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة به بالتدفق المتدرج والأمن على دفعات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا سبحان